عارف كلمة التوقع؟ يعني عارف لما بتدعي الله سبحانه وتعالى وتتوقع الإجابة بتكون حاجة رائعة لأنك متوقع فعلا الإجابة. أي حاجة تتوقعها لما بنتكلم في قوانين الميتافيزيقا يقول لك إن عقل الإنسان زي المغناطيس، أي حاجة تتوقعها وتحط معها شعورك وحسيسك هتبص تلاقيها بتتحقق شوية شوية من غير ما تحس. لأن مثلا هقول لك حاجة، هل عمرك نزلت في مكان والمكان ده كان زحمة جدا وكان معاك سيارتك؟ وطبعا في ناس كتير مش متوقعة إطلاقا ممكن يلاقي مكان للسيارة، لكن أنت كنت متوقع تلاقي مكان، هل لقيت؟ دي توقعات. هل ممكن أنت تكون متوقع الفشل وتلاقي نفسك فشلت، أو متوقع نجاح تلاقي نفسك نجحت؟ هل متوقع تشوف حد وتشوفه؟ لو حصل مثلا والتليفون رن عندك بالليل الساعة 2 بالليل، يا ترى توقعاتك تكون عاملة إزاي؟ في محاضرة محاضراتي كنت بسأل السؤال ده، بصيت لقيت إن في سيدة قالت لك